السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بك أختي في درس جديد من دروس تعليم التنظيم تقوم مع مريم. إذا في هذه الحلقة هذه غادي نوريكم طريقة تطريز هذه الرشمة هذه. كما كتشوفوا إن هي هذه جلابة مطروزة من السطوق، وفي التركيز ديالها لكم ولكم كمان كما كما كتلاحظوا. اذا هذه ما تحتاجش للتنبات، يعني الا خدمنا غير الداخل ديال الورده بالبريد غادي تجي زوينه، ولا راح حطينا فيها غير شي حقيقه ولا شي جوهر غادي تجي مزيانه. اذا في هذا الدرس هذا غادي نبين لكم الطريقه كيفاش خدمنا هاد العليفات هادو. كما كتلاحظوا هاد التفاصيل الدقيقه الرقيقه اللي كتكون في الطرس، يعني كتشوفوا هو كيفاش كتعطي جماليه للرشمه، وحتى هذا اللون جمعها رائع جدا. يعني غادي نصور لكم الى غادي نخدم غادي نوريكم اللون اللي باش خدمت وحتى الرقم ديالو. اذا هذا التوب مليفه بلو ماغان، غادي تشوفوا بانني على بواطه كانت بان الكاليترني عمرته بالخيط، اللون ديال الجلابه الخيط بالخياطه. هذا ماشي خيط ديال السرجي، لانه ما كيخليش الخيط ديال هذا الخيط هذا كيجي في الخدمه مزيان، وما كيجيش في ما كيخرجش لنا الفوق ديال الطرزه، حيت الا كيبان السرجي البيض ما كي يعني كيضيع علينا في الطرزه، ما كتبانش لينا مزيان. انتما كما كتلاحظوا غنصورها لكم هكا مكموله، يعني كما كتشوفوا هي دايره بالتركيز والكمال. لاني راه كنتي اختي الكريمه اول مره كتدخل القناه ديالي، شاركي في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما الدروس ديالي، وتعليق، لان التعاليق ديالكم راه ديما كنقولها لكم ان التعاليق ما كنزقلهاش، يعني كنقراها وحده تعليق بتعليق. وكنشكركم جزيل الشكر يعني بالدعوات ديالكم وبال التشجيع ديالكم ليا بالاستمرار على تنزيل الدروس، واخا هادشي تيكون فيه شويه ديال تمره بالنسبه للخدمه اللي كتكون عندنا مزيره، انما ما فيها باس مادام اننا كنحسوا باننا راه كنساعدوا اي وحده يعني كتعلم. وفعلا يعني كنشوف بان القناه المشتركين ديالها يعني في تزايد. اذا نخليكم تشوفوا الطريقه ديال التطريز، وردوا البال شوفوا لي غير هذاك الشكل ديال العليفات كيف، يعني غادي تشوفوا مره يكونوا عامرين مره يكونوا رقاق، يعني عفوا مره يكونوا عراض مره يكونوا رقاق، هما اللي كيعطيو جماليه للطرزه. اذا نتمنى انكم تردوا البال وتشوفوا الطريقه باش ترست.